السلام عليكم، مرحبا أصدقاء في قناة عصام ريبي أب. اليوم لدينا شرح لنقاط التشغيل وثغرة نقاط التشغيل وكيف الحصول على نقاط التشغيل بدون أن تقسم منك النقاط. هي البارحة نزلت نقاط التشغيل، وهي نقاط التشغيل نزلت 5 تطبيقات، كل واحدة بخمس نقاط في الحسابات الأوروبية، ونزلت أيضا في الحسابات الأمريكية وكل الحسابات. الآن مع ثغرة نقاط التشغيل ماذا تفعل؟ تقوم بتحميل التطبيقات في الهاتف الأساسي، تقوم بتحميل التطبيقات في الهاتف الأساسي ولا تقوم بحذفهم نهائيا حتى تكمل الثغرة. وبعدها ماذا تفعل؟ تقوم بفتح كل الحسابات الخاصة بك، مثلا عندك 20 حساب في الهاتف الأساسي في جوجل بلاي للهاتف الأساسي، وبعدها انتقل إلى حساب أيسلاند. ماذا نفعل؟ الآن ننتقل إلى حساب إيسلاند ليريكم الطريقة. بعدها ننتقل هنا إلى حساب إيسلاند بهذا الشكل هنا، ونقوم بدخول، أنا قمت بإدخال أحد الحسابات هنا، حساب أمريكي. نقوم بالدخول إلى الحساب الذي فيه 55 نقطة هكذا بهذا الشكل. نرى ظهور التطبيقات، ها هي ظهور التطبيقات، 5 تطبيقات وكل واحدة ب30 نقطة. نتحدث عن هذه النقطة في التطبيق في الحسابات الأمريكية فقط، لم تظهر في الحسابات الأوروبية أو أي حسابات آخر بهذا الحجم. إذا كان حساب جديد ظهرت فيه 30 نقطة، إذا كان حساب متوسط القدم ظهرت 20 نقطة، وحسابات القديمة 10 نقاط، وبعض الحسابات ظهرت فيه 5 نقاط. أغلبها الأوروبية والحسابات الأسترالي والحسابات الأخرى. الآن نقوم ب التحميل. بعدما أن تحملت في التطبيقات في الحساب الأساسي، هنا لن تستهلك لك بيانات ولن تأخذ لك وقت كبير. نقوم هنا بهذا الشكل بتحميل التطبيقات كلها. أنا قمت بتحميل 4 تطبيقات، واحد حجم كبير فقط لأشرح، وبعدها أقوم بتحميل. أنت قم بتحميل 5 تطبيقات. نقوم هنا هكذا بهذا الشكل، التطبيق الأول، نعود، التطبيق الثاني، نعود إلى التطبيق الثالث، انظر النقاط تنحسب هنا في الأعلى، التطبيق الثالث، خذ 150 نقطة من جمع 5 تطبيقات. الآن التطبيق الرابع، بهذا الشكل. الآن قمنا بتحميل التطبيقات، نقوم بالعودة لنرى حساب كل النقاط. الآن تحول مباشرة إلى الحساب الفضي. أقوم بأخذ الجائزة الأسبوعية بهذا الشكل. أنا نقوم، الله يدوم نعمة إن شاء الله. يمكن أن تأخذ 100 نقطة بهذا الشكل هكذا، 5 نقاط، 180 نقطة. بعدها الآن ماذا تفعل؟ هنا الحساب هو في الهاتف الأصلي. ماذا تفعل؟ تأتي هكذا، تذهب إلى الإعدادات، نذهب إلى الإعدادات لنحذف الحساب من تطبيق إيسلاند هكذا. ننتقل إلى الإعدادات، نذهب إلى حساب العمل، وبعدها نحذف الحساب من هنا من تطبيق إيسلاند. بعدها تعود إلى تطبيق إيسلاند بهذا الشكل،
عفوا في الهاتف الأساسي، يدخل يطبق أصلا في الهاتف الأساسي، وتقوم بحذف التطبيقات بهذا الشكل. تضغط على هذه هنا هكذا، ثم تضغط على ثلاث الشفرات هذه. ملاحظة، قم بحذف الحساب أولا لكي لا تصف لك النقاط، ثم اضغط على ريموف هما بهذا الشكل. هكذا تقوم بحذف كل التطبيقات، وبعدها تقوم بإدخال حساب آخر. هكذا تقوم بإدخال، تأتي هكذا، ملاحظة قم بحذف كل التطبيقات ثم تأتي هكذا وتقوم بإدخال حساب آخر وتفعل نفس الطريقة. ملاحظة، بعد أن تنتهي من كل التطبيقات بهذه الثغرة، لا تقوم بحذف التطبيقات في الجهاز الأساسي إلا بعد مرور أكثر من 24 ساعة لكي لا تؤخذ منك النقاط. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا على المتابعة، سلام.